السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم ستكون مختلفة قليلا عن باقي الحلقات في هذه القناة، وهي قصة لعبة Resident Evil والدخول في جذور هذه اللعبة والتعرف كيف ظهر فيروس أول مرة، ومن وراء كل هذه الفوضى العارمة في الأجزاء الموجودة في هذه السلسلة، ومن هم الشخصيات في اللعبة التي شفناها أو التي لم نراها خلال لعبنا لهذه السلسلة. على القصة الكاملة طبعا للعب هذه اللعبة وتفصيل القصة الكاملة وإعطاكم إياها في فيديو نحتاج لسلسلة من الفيديوهات، وهذا لن يتم بدون دعمكم لنا وأيضا إعطانا لايك لهذا الفيديو. أتمنى منكم نشر هذا المقطع لأكبر عدد من المشاهدين الذي بيعطينا دافع الاستمرار لإحداث هذه السلسلة. معكم أسعد بلوشي من هيروز أولاك، دعونا نبدأ. لعبة Resident Evil أو في اليابان تعرف ببايو هازارد لا تتعلق بقلعة أو بمدينة معينة. كل ما في الأمر بدأت بسبب رجل واحد، إدوارد أشفورد، هو خامس رئيس لعائلة إستري كاردك أشفورد البريطانية الأصل. كان إدوارد في الستينات يحاول إيجاد طريقة لتعزيز تطوير العضوي داخل جسم الإنسان من خلال استخدام الفيروسات. في سبتمبر 1966 شارك إدوارد أشفورد في رحلة استكشافية مع زميله أزول إي سبنسر والدكتور الكيميائي جيمس ماركوس. أحفظ هذه الأسماء لأنها لها دور كبير في أحداث القصة. حيث تحدث سبنسر عن زهرة عجيبة تدعى ستيروي أوف ذا سن، والتي تعني سلالة من الشمس، تستخدم في طقوس قبيلة اندي بايا التي يمكن ان تمنح اولئك الذي يبتلعون قدرات خارقة. واكد ماركوس ان هذه القدرات ربما تكون ناجمة عن فيروس قادر على اعادة تكوين جيني داخل جسم الانسان وتعطي طفرة جينية. بعد شهور من البحث في جنوب افريقيا اكتشف فريق الحملة كهف معزول مؤدي الى مدينة انديبيا القديمة تحت الارض، ليجدوا ان الزهرة تنبت هناك. فسارع الفريق لعمل اختبارات والتأكد من هل الزهرة تحتوي على قدرات خاصة او فيروس خاص يعطي هذه الطفرة. هنا نأتي لأول اكتشاف في السلسلة وهو الفيروس بروجينيتور. في الرابع من ديسمبر 1966 بعد البحث والاختبارات اكتشف بالفعل ان الفيروس الذي يعطي الطفرة الجينية موجود داخل هذه الزهرة. ادرك اشفورد باسراع اولوية في المشروع وتطوير الفيروس الطاغية او الترنت فيروس او التي فيروس مثل ما هو معروف في سلسلة ريزيدنت ايفل وبايو هازارد، وتطوير سلالة بديلة محسنة من الفيروس بي لأغراض عسكرية في انتاج شكل جديد من الاسلحة البيولوجية يطلق عليه طبعا بالبي او دبليو او البايو اورجانيك ويبن. كل هذا بعد ان رجع من افريقيا والولايات المتحدة وبالتحديد القصر الموجود في جبال اوركلي والموجود في حدود راكون سيتي، حيث انشأ مختبر خاص له في هذا القصر لانتاج هذا الفيروس. في مارس 1968 وافق اشفورد على ان يصبح شريكا مع ماركوس وسبنسر بناء على الحاح شديد منهم واستخدام ثروة عائلة اشفورد للمساعدة في تأسيس شركة الأدوية امبريلا كوسيلة تمويه مشروع التي فيروس. احتفظ اشفورد في البداية بسلطة كبيرة داخل شركة امبريلا على المؤسسين المشاركين معه بسبب بحثه الذي وضع حجر الاساس لمشروع التي فيروس. في بداية الامر اجرى بحثا مشتركا مع ابنه الكساندر، الا ان سرعان ما استسلم كباحث عن الفيروسات واختار الهندسة الوراثية وبدأ في مشروع مستقل اللي هو كود فيرونيكا بروجكت لاستنساخ جدتهم الكبرى فيرونيكا اشفورد. كان ادوارد على علم بمشروع ابنه ولكنه لم يشارك فيه. قصة الكساندر وموضوع كود فيرونيكا تحتاج إلى فيديو مستقل منه نشرح به بالتفصيل ما الذي حدث معه، ولكن هنا سنركز فقط على أساس قصة Resident Evil أو بايو هازارد. وما إذا تريدون أن نتطرق لموضوع كود فيرونيكا أرجوك ترك التعليق في الكومنت. زاد موقع أدوارد في شركة أمبريلا شهرة عائلة أشفورد حول العالم وازدهرت تحت قيادته. أصبح مشروع التي فيروس معركة إنتاج بين المؤسسين الثلاثة لشركة أمبريلا، وكجزء من تنافسه مع سبنسر بالتحديد طلب الآخر وثائق وخرائط تصميم قصر سبنسر موجود في جبال أركلاي الموجود في حدود مدينة راكون من جورج ترافل، وإدراج هذا التصميم في قصر عائلة أشفورد في إنجلترا، والتي استخدم الكساندر أشفورد في بناء قاعدته في أنتاركتيكا، والتي هي تشبه لحد كبير قصر سبنسر، على أن جورج عاد الكثير من استخدامه من الأفكار في بناء هذه القاعدة، من غير معروف إذا كان سبنسر على علم بذلك أو لا. في يوليو 1968 أصيب إدوارد أشفورد بالصدفة بالتي فيروس وتوفى على الفور، تاركاً كل أبحاثه في يد ابنه الكساندر. كانت هذه الحادثة في الحقيقة ما هي إلا اغتيالاً دبره سبنسر للسيطرة على شركة أمبريلا بالكامل. مع وفاة إدوارد سرعان ما تراجع اسم عائلة أشفورد تحت قيادة ابنه، وبدأت أبحاث التي كانت مزدهرة ذات يوم بالتراجع بشكل كبير عن بقية الأبحاث الموجودة داخل شركة أمبريلا. حتى بعد موته كان إدوارد أشفورد محترما للغاية، وكانت كل تجاربه لم تستخدم على البشر في ذلك الوقت، كما أدى أبحاثه في مختبر أركلاي لطريق المسدود.
شعر غيابه بشكل ملحوظ بين كبار الباحثين داخل المؤسسة، أدى ابتعاد ابنه لتزايد نفوذ سبنسر وتشويه اسم عائلة أشفورد داخل أمبريلا، مما أدى لإبطال كل بحوث إدوارد أشفورد داخل هذه المؤسسة. قبل أن نكمل هنا، أنت قد تتساءل من هو جورج تريفل الذي صمم قصر سبنسر، صحيح؟ لأن له دور مهم أيضا في القصة وفي بدايات ريزيدنت إيفل أو ظهور هذا الفيروس بالأساس. كان جورج تريفل مهندسا معماريا في نيويورك، وكان معروفا بذكائه وطرقه الذكية عندما يتعلق الأمر بالبناء وخطط البناء. أحد علاماته التجارية كانت وجود قاعدات سرية أو قاعات سرية، غرف وألواح كانت مثابة دروع، وأيضا لا ننسى الممرات السرية. جذب تفكير الذكي أوزويل إي سبنسر الذي تعاقد معه في عام 1962 لبناء قصرها الخاص في جبال أركلا على حدود راكون سيتي، التي كانت تعتمد على منزلها الأوروبي الأصل. قام سبنسر بإغراء ترافل بتمويل غير محدود ليتمكن من أن يكون له حرية في الإبداع والتفكير، وأن يبني له قصرا جميلا وغامضا يحتوي على الكثير من الفخاخ ليخفي مختبراته الموجودة تحت القصر من المتطفلين. وافق ترافل الذي تأثرته الفكرة وقام بتصميم معظم فخاخ وأسرار قصر سبنسر الذي تعرفنا عليه في الجزء الأول من سلسلة ريزنت إيفل أو بايو هازارد، وحاولنا فك أسرار والهروب من متاهاته. وتمت دعوته في النهاية للإشراف على البناء والتأكد من أن كل شيء تم حسب الخطة. ونظرا لحقيقة أنه كان يعاني الكثير من الأعمال في الوقت الراهن، قام بإرسال زوجته جيسيكا وابنته ليزا للبقاء في القصر لحين وصوله. وصلت زوجته وابنته في 10 نوفمبر، وهنا استغل سبنسر الفرصة واختطفهما على الفور بدون أن يلاحظ أحد وصولهما إلى القصر أصلا. أما جورج وصل إلى القصر في 13 نوفمبر، وعند العشاء قال له سبنسر أن عائلته قد غادرت في وقت سابق لرؤية العمة إيما التي كانت مريضة، ولا يدري أنهم كانوا في الواقع يخضعون للتجارب للنموذج الأول للفيروس تحت أقدامه، حيث تم تجربة البي فيروس على زوجته وابنته ولكن بنسختين مختلفتين، حيث تعرضت جيسيكا إلى التايب A من الفيروس لكنها لم تعش طويلا، وكانت تكتب مذكرات لابنتها حتى ماتت ثم التخلص من جثتها. أما ليزا فلقد تعرضت للتايب B من الفيروس ولم تمت، حيث تم تجربة عدة فيروسات على جسدها المسكين، هي كانت الأساس للفيروس G الذي سنتعرف عليه في هذا الفيديو. في اليوم التالي وفي 14 نوفمبر، أخذ جورج جولة رسمية في قصر سبنسر، حيث حيرته مقتبسات سبنسر لدروع فرسان القرون الوسطى ولوحات دافنشي المنتشرة في كل مكان. وفي هذا اليوم أيضا أشار سبنسر على عزمه على فتح شركة أدوية وأنه سيستخدم المنزل كفندق خاص لموظفيه. هذا حير جورج فعلا الذي كان يتوقع أن يكون القصر خاص لسبنسر فقط من خلال السرية التامة لبناء هذا القصر. في 18 نوفمبر بدأ جورج يلاحظ أشياء غريبة التي كانت في غير مكانها أو لم يكن مفترض وجودها أصلا. كان أبرز ما شاهده عندما لاحظ وجود حفرة عميقة وراء شلال صناعي، كانت هذه أساس المختبر الذي يجري بناءه في الأسفل، وأيضا رجال يرتدون ملابس بيضاء ورائحة الشمع المنتشرة في كل مكان. وكان جورج يلاحظ رجال كانوا يتبعون حول القصر لبعض الوقت بين الحين والآخر. في اليوم التالي طلب جورج الرحيل من قصر سبنسر. كان جورج يراقب اللوحات مع سبنسر في ذلك الوقت، كانت اللوحة عبارة عن تطور الإنسان خلال الحياة. عند هذه النقطة التفت إليه أحد الرجال من الخلف ضربة قوية أفقدته الوعي وتم حبسه. كان عمر جورج في 24 في ذلك الوقت. بعد 3 أيام من الأسر أدرك جورج الحقيقة، كان هو وسبنسر الوحيدان الذي يعلمان أسرار القصر، والتخلص من جورج يجعل سبنسر الشخص الوحيد الذي سيعرف فخاخ القصر وأسراره. كان سبنسر يريده ميتا كضحية حتى لا يشك أحد، ولكن هنا أتت فكرة على أن يجرب فخاخ القصر على جورج ليرى فعاليته على المتطفلين. حاول جورج الهرب ولكنه وجد واحد من أحذية زوجته التي صابته بالرعب والخوف. ماذا حدث لعائلته؟ تأثرت ذاكرته بعد أن تم تخديره خلال حبسه. ناضل يتذكر عديد من الغاز التي ابتكرها بنفسه مثل The Tiger Eye و Gold Emblem أو الدرع الذهبي. حاول الهروب عبر شبكة سرية من الانفاق تحت الأرض التي ابتكرها بنفسه كطريق هروب أخير، لكنه لم يجد سبيلا للخروج منه ومات فيها. وكل هذا يحدث وسبنسر يراقبه من بعيد. وفي هذه الأثناء صار سبنسر يعرف باللورد سبنسر، وهو سعيد بالاختبارات المبدئية الأولية الموجودة في قصره، وأنه هو من بدأ الاختبارات على البشر بشكل فعلي. هنا أنتهي للجزء الأول من السلسلة، انتظرونا في الجزء الثاني من السلسلة وتكملة قصة ريزنت إيفل أو بداية قصة ريزنت إيفل. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك سبسكرايب ونشر هذا المقطع لأن يكون لنا داعم لإكمال هذا النوع من القصص.
معكم مسعد بلوشي من هيروز بلاك، نشوفكم في المقطع الثاني، مع السلامة.